السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يقول إن العسكر يعضون بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة. مدير شرطة وسط دارفور يؤكد تورط أفراد من الشرطة والجيش والدعم السري في تجارة المخدرات، وقيادي بشمال كردفان يتهم الوالي بالتخطيط لنهب 170 مليون جنيه. اتحاد الغرف الصناعية يحذر من دخول قطاع التصنيع مرحلة الإفلاس، وقرار جديد بزيادة في تعرفة تذاكر الباصات السفرية بداية من الأسبوع المقبل. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة بين قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام. وأكد البرهان لدى مخاطبته إفطار رمضاني نظمه التجمع الاتحادي وحضرته مكونات الحكومة الانتقالية أنهم في الفترة الانتقالية يبذلون قصارى جهدهم من أجل الشعب الذي طالب بالتغيير والصابر الآن على الجوع والعطش والأوضاع الاقتصادية الصعبة من أجل تحقيق أهداف الثورة. والجدير بالذكر أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الفترة الانتقالية تردت إلى أسوأ حالاتها مع انعدام تام لمقومات الحياة وانتهاك للحريات وغياب للعدالة. أنا في هذا المقام أتكلم نيابة عن أعضاء مجلس السيادة ونيابة عن المكون العسكري في مجلس السيادة. مركب شريحتين يعني. نحن بنأكد على أنه نحن عاضين بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، وعاضين بالنواجذ على صيانة الفترة الانتقالية، وماسكين بيدينا العشرة في تنفيذ أهداف الفترة الانتقالية كلها، مصممين على أننا ننجزها، مصممين على أننا نحدث التغيير، التغيير اللي قامت من أجل الثورة، مصممين على إحداث هذا التغيير مهما كلف. يجب أن نحن ننقل الشعب السوداني نقلة حقيقية مهما كلفنا. هذا الأمر قد يكلفنا أرواحنا ونحن كلنا عارفين، لكن إحنا مصممين أن السودان في الفترة الانتقالية يصبح دولة حرة ذات سيادة، ما عندها أي قيود، ما عندها أي حدود، ومن خلال هذه الفترة الانتقالية نعيد السودان كدولة ذات سيادة ودولة رائدة في الإقليم ورائدة في المنطقة ورائدة في العالم. عشان كده هذا الأمر يتطلب مننا كلنا أن نتوحد عشان نحقق أهداف الفترة الانتقالية التي تواصلنا عليها وكتبناها قدامنا كدستور في الوثيقة الدستورية. نحن نأكد أن نحن الشراكة باقين عليها عشرة ومؤمنينها وسنرعاها وسنعمل من أجلها. وأنا بأكد برضو نحن يمكن في كثير من الاتهامات وكثير من الأقاويل اللي تصف أنه في بعض الناس أنه نحن عندنا تبعية لجهة معينة والله منقادين لحزب معين. أنا بأكد أنه نحن دارين نعيش راسنا مرفوع، ودارين كل سوداني يعيش راسه مرفوع، ودارين كل البلد تنهج هذا النهج. ما عندنا زول بنزل لهم ولا عندنا زول بنزل لهم، يهود لها الناس الآن ما بيأكلوا وقاعدين يعانين وصابرين علينا عشان نحن نخليهم هم يعيشوا احرار، يعيشوا اقوياء، يعيشوا مرفوعي الراس لوحده من الحياه اللي احنا كلنا كنا نعمل عليها. ما في اي زول عندنا حاجه، ما في زول ماسك علينا حاجه، ما في اي زول في العالم ده يقدر يقول لنا امشوا يمين والله امشوا شمال. انتقد القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف قرار تعيين رئيس حركة تحرير السودان من أركم الناوي حاكما لإقليم دارفور، مؤكدا بأنه لا يوجد أي نص يحمل مضمون هذا القرار بالوثيقة الدستورية. وقال يوسف في تصريح لصحيفة الجريدة: جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية مخالفة للوثيقة الدستورية وليس قرار تعيين من ناوي وحده، ووصف أي تعديل للوثيقة الدستورية بأن أنه مخل، مشيرا إلى أن هذه ليست حكومة الثورة ولا تعبر عن الشعب لأنها بعيدة عن أهداف الثورة.
قلل القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار من رهان الحكومة على نتائج مؤتمر باريس، ووصف الآمال المعلقة عليه بأنها مبالغ فيها. وقال كرار في تصريح لصحيفة الجريدة إن قضية الإعفاء من الديون أمامها شوط بعيد، لأن ملف الديون سياسي بامتياز، ولأنه سيرتبط باشتراطات جديدة كي تستمر لعبة الضغط على السودان لسنوات قادمة دون الحصول على دولار واحد لفائدة التنمية. وأضاف كرار أن جذب الاستثمار أحد أهداف المؤتمر، فلا أظنه سيحقق الكثير لأن الاقتصاد في أزمة ولن يغامر المستثمرون بأموالهم في مناخ كهذا، واصفا من يعول على الخارج لن يحصد سوى الأوهام. قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن قضية الإقليم الأوسط والمزارع هي قضيتنا، وأضاف أن الصراع القادم في العالم هو على الطعام والمياه، مشيرا بدل ما ننتج 600 ألف طن من القمح ونذهب للبحث عن المتبقي عند الخواجات، أرضنا يمكن أن تنتج 600 مليون طن من القمح. العالم ده الآن الصراع كله متجه نحو أمرين، الحروب هتكون بسبب الأكل بسبب الماء. الناس كلهم يتصارعوا في الاثنين دي، اللي عنده بترول بيجي يفتش اكلنا، واللي عنده ذهب بيجي يفتش اكلنا، واللي عنده غيره صناعات برضه بيجي يفتش اكلنا. عشان كذا الزول اللي عنده زراعه له الملك. نحن لازم في السودان الميزه اللي ربنا حبانا بها، ادانا ارض شاسعه واسعه لو زرعت فيها الحصحاص قوم. ما في ارض افضل من الارض اللي عندنا دي. التقصير مننا نحن، ما استثمرنا هذه الارض الاستثمار الواجب. نحن بدل ما ننتج لنا ما تعرف 600,000 طن قمح ولا 500,000 طن قمح ونمشي نفتش الباقي من الخواجات، ما فكره اول حاجه ارضنا من القطاع دي ممكن تنتج 600 مليون طن قمح بدون مشكله. وفي ذات السياق دعا جبريل إبراهيم الحكومة الانتقالية إلى الاهتمام بالزراعة من أجل ضمان الأمن الغذائي للمواطنين. وقال جبريل إن الحاكم الذي لا يؤمن قوت المواطن ليس بحاكم، مضيفا أن صادرات البلاد الاقتصادية يمكن مضاعفتها خلال فترة وجيزة إذا وجد اهتمام حكومي بقطاع الزراعة. كل المطلوب مننا نحن في المزيد من الجهد ونركز تركيز كبير على الزراعة عشان نضمن أول حاجة أمن الغذاء حق الناس. الزول ما بيأمن غذاء المواطن هو ما حاكم، مشكلته حقيقية. نحن أولى أولويات الحكومة المفروض تكون أنه كيف كل مواطن في السودان ما يموت على ما يبيد على الطوى، ما يجوع، يجي الحد الأدنى أنا أكل عشان يأكل. ثاني لو ما بذلنا في جهد في الزراعة ما بنقدر نعمل الحكاية دي. صادراتنا دي نحن ممكن نرفعها 10 أضعاف بالزراعة. وفي سنة واحدة ممكن تزيد تضاعف الصادرات. ما في مجال ثاني أنت ممكن تضاعف الصادرات إلا بعد سنين طويلة، لكن في الزراعة ممكن تضاعف الإنتاج، تضاعف الصادرات. أجبرت قوات الشرطة العالقين بسلطة الطيران المدني على فض اعتصامهم الذي دخلوا فيه قبل شهر أمام سلطة الطيران المدني بعد أن حاصرتهم ولوحت لهم بالقنابل المسيلة للدموع. واستنكرت اللجنة التمهيدية التنسيقية لقطاع الطيران المدني في بيان لها سلوك السلطة تجاه مطالب العالقين واتهمتها بتحريك قوات الشرطة لفض اعتصامها، منتقدة عدم التزام مدير سلطة الطيران بتنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء. وشددت اللجنة على ضرورة تنفيذ مطالب التنسيقية التي تقدمت بها لمجلس الوزراء المتمثلة في التسكين العادل للعالقين بالسلطة، وتمسكت بإقالة مدير سلطة الطيران المدني. أكد اللواء شرطة عبد العظيم عبد السلام مدير شرطة وسط دارفور أن الولاية تعاني من تدفق المخدرات من دول الجوار. وكشف مدير شرطة وسط دارفور أن بعض من أفراد القوات النظامية من الشرطة والجيش والدعم السريع تم ضبطهم يمارسون تجارة المخدرات، لافتا إلى أن سجن زالينجي يضم أكثر من 20 فردا من تلك القوات بحسب ما أوردته وكالة سونا للأنباء. طالب الشرطي فيصل عبد الله رئيس إدارة دار دما
مكونات الحكومة الانتقالية بضرورة بسط هيبة الدولة وردع المتفلتين بولاية دارفور وإعمال القانون ضد الخارجين. وأكد الشرطاي في تصريح إعلامي إن محلتي كاس وشطايا عاشتا أواسط يوليو الماضي رعبا وهلعا، محذرا من انفجار الوضع الأمني إن لم ينتبه المسؤولون لهشاشة المنطقة مع انتشار السلاح الغير قانوني حسب تعبيره. نحن في محلية كاس ومحلية الشطاية، عشنا جو من عدم الاستقرار الأمني في بداية الخريف وتحديدا في أواسط شهر يوليو. هذا الوضع تسبب في توقف عجلة التنمية بالمحلية، وذلك للهلع والفوضى التي عاشتها المحلية. أوفد الفريق أول محمد حمدان دقلو القائد العام لقوات الدعم السريع بالسودان، أرسل قافلة قبل القافلة أرسل قوات تعزيز أمن بقيادة القائد الجسور النور الدومة مهديري. إضافة إلى ذلك أرسل قوة كبيرة تعزيزية للقوة الأولى. اتهم مساعد الأمين العام لمجلس نفير نهضة شمال كردفان حميدة بشير ولولاية شمال كردفان خالد مصطفى بالتخطيط لنهب مال الوديعة الخاص بالنفير، الذي قالت لجنة التمكين أنها وضعت يدها عليه باعتباره أموالا تخص والي الولاية الأسبق أحمد هارون. وبحسب موقع الطابية فقد قال حميدة إن أموال الوديعة بلغت 170 مليون جنيه وبعض الأموال بالعملات الأجنبية، وليس 80 مليون كما ورد في بيان لجنة التمكين التي يترأسها الوالي. وأكد حميدة أن الحكومة الانتقالية ارتكبت خطأ استراتيجيا بإيقاف مشروع النفير، محذرا من تحويل مال النفير لغير الغرض الذي جمع من أجله. كشفت هيئة محامي دارفور عن تلقيها عدة شكاوي حول تجنيد للأطفال وطلاب المدارس من عدة جهات ومناطق متفرقة ومختلفة من ولاية دارفور. وأعلنت اللجنة في الوقت ذاته عن التزامها تكوين لجنة لتقص الحقائق حول تجنيد الأطفال وطلاب المدارس بولايات دارفور المختلفة، على أن تقوم على ضوء نتائجها بمخاطبة السلطات المسؤولة في الدولة ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة وإيقاف تجنيد الأطفال. ودعت الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم تجنيد الأطفال وطلاب المدارس ومحاكماتهم محاكمة رادعة. لقي لاجئ من دولة جنوب السودان يدعى فاستو مصرعه داخل إحدى مقرات الأجهزة الأمنية في شمال دارفور، فيما أقدم عشرات اللاجئين الجنوبيين المتواجدون داخل مدينة الفاشر نهار أمس على إغلاق جزئي للطريق الذي يربط حوادث مستشفى المدينة التعليمي للمطالبة بإلقاء القبض على المتهمين في الحادثة. ووقعت الحادثة على خلفية العثور على شخص مقتول بالقرب من حي دقاقاي أحد أحياء شمال المدينة، حيث اقتادت قوة أمنية عددا من المتهمين للتحقيق معهم، فيما أعلن عن وفاة أحدهم داخل المقر. وقعت حكومة ولاية غرب دارفور مع منظمة اليونيسيف اتفاقا بقيمة 8 ملايين دولار لتغطية خطة عمل الولاية السنوية في مجالات خدمية وصحية. من جهته قال ممثل منظمة اليونيسيف زائد أحمد الأمين إن الخطة شملت مشروعات الصحة والتغذية والتعليم وحماية الأطفال والمياه وإصحاح البيئة، مؤكدا أن المنظمة ستعمل على تنفيذ عدد من البرامج الخدمية والتنموية والصحية بالولاية.
قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق إن تعنت إثيوبيا ورفضها لمطالب الخرطوم ومصر بشأن عدم الملء وتشغيل سد النهضة إلا باتفاق يجعلها في خانة المعتدي الذي يستنفذ الوقت لإنزال الضرر بالآخرين. وأكدت الوزيرة في بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس عقب لقائها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي أن مراحل التفاوض منذ اتفاق إعلان المبادئ والموقف السوداني إيجابي للوصول إلى اتفاق يفتح الطريق أمام المصالح المشتركة للدول الثلاثة. من جهته قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن سد النهضة الذي تبنيه بلاده يقترب من الاكتمال. وأكد أبي أحمد بحسب وكالة ساكايا الإخبارية إن إثيوبيا تتطلع إلى الملء الثاني لبحيرة السد بموعده المحدد في يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المنافسين لن يترددوا في إعاقة الطريق تجاه مسيرة التنمية في إثيوبيا بحسب قوله. اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بالسعي لزعزعة الاستقرار والقيام بتصرفات تتجاوز التهديد بالحرب في سياق الخلاف بشأن سد النهضة، في حين أعلنت القاهرة أنها تنفذ خططا لتجنب أخطار الملء الثاني للسد. وقال الجانب الإثيوبي في رسالة بعث بها إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مصر والسودان وقعا اتفاقية عسكرية ثنائية تتجاوز التهديد بالحرب، وإنهما يحاولان الضغط على أديس أبابا من خلال تعطيل المفاوضات لتدويل ملف سد النهضة وفقا لما نقلته وسائل إعلامية إثيوبية. أعلنت سلطات محلية ربك في ولاية النيل الأبيض وفاة 3 فتيات غرقا بترعة مدينة عسلاي بولاية النيل الأبيض، مؤكدة أن أهالي المنطقة استطاعوا إنقاذ 3 فتيات أخريات. وكشف المدير التنفيذي لمحلية ربك موسى عبد الرحمن غرق 3 فتيات في ترعة سكر عسلاي بمنطقة الرواشدة بمحلية ربك بولاية النيل الأبيض، ذهبنا لجلب مياه للشرب عقب انقطاع المياه بالمنطقة لأكثر من 3 أسابيع. هذا وتعاني ولايات السودان من أزمة مياه حادة توقف فيها الإمداد المائي عن بعض المدن والأحياء لأكثر من 2 شهرين في ظل صمت وعجز تام من حكومة الفترة الانتقالية. إلى ذلك كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم أمس الأحد أن عجز المياه بالولاية تجاوز 800,000 متر مكعب يوميا، مرجعة ذلك العجز إلى زيادة المساحة السكانية مع ثبات المصادر المائية وتذبذب التيار الكهربائي. وقال مدير عام الهيئة المهندس مأمون عوض حسن إن الحوجة الفعلية للاستهلاك تبلغ أكثر من 2,000,000 متر مكعب يوميا، وما يتم إنتاجه يوميا 1,800,000 متر مكعب فقط. جدد مزارعو القضارف رفضهم القاطع لرسوم تجديد المشاريع الزراعية التي أعلنت في بداية العام، مؤكدين امتناع كافة عضويتهم عن التجديد إلا لأسباب قاهرة. وأكد رئيس لجنة مزارعي ولاية القضارف في حديثه لصحيفة السوداني رفضهم لرسوم تجديد المشاريع الزراعية، مؤكدا أن رسوم تجديد المشاريع بلغ هذا الموسم أكثر من 16,000 جنيه مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ فيه رسوم التجديد 5,000 جنيه فقط بحسب ما أوردته صحيفة السوداني. قال مسؤول رفيع في اتحاد الغرف الصناعية إن قطاع التصنيع مهدد بالدخول في مرحلة الإفلاس بسبب الغلاء وزيادة الرسوم والجمارك بصورة جنونية. وقال رئيس غرفة الصناعة الغذائية باتحاد الغرف الصناعية علي كمبال بحسب سودان تربيون إن الوضع كارثي ويسير نحو الوقوف التام بسبب الغلاء وزيادة الرسوم والجمارك بصورة كبيرة، والنتيجة الحتمية هي الإفلاس، مشيرا إلى أن وزير الصناعة يفتقد للجرأة في اتخاذ القرارات التي تدعم مصلحة الصناعة. كشف الأمين العام للغرفة القومية لبصات السفر حسن عبد الله حمد عن زيادة جديدة في تعريف تذاكر البصات السفرية بنسبة 30% لكافة الولايات تطبق بداية الأسبوع المقبل. وأوضح حمد في تصريح لصحيفة السودان أن الزيادة تطبق يوم السبت 26 من رمضان حتى الثلاثاء 29 رمضان، لتستأنف مرة أخرى من 5 أيام عيد الفطر وحتى 9، مؤكدا أن
أن تفويج البساتي سيبدأ الأحد المقبل، وقال إن الزيادة درجت عليها الغرفة سنويا لتغطية مصروفات عودة البساتي من الولايات للخرطوم فارغة دون ركاب، مؤكدا توقف حوالي 2000 بص بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار. أعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن تحديد الخميس المقبل آخر يوم لتقديم طلبات الراغبين للجلوس لامتحانات شهادة الأساس لهذا العام. وقال مدير إدارة القياس والتقويم التربوي بالوزارة زكريا محمد محمود بحسب باج نيوز إن 6 مايو المقبل سيكون آخر يوم لاستقبال طلبات التقديم من الراغبين للجلوس لامتحان شهادة الأساس، مضيفا أن هناك إجراءات إدارية وفنية تقوم بها الوزارة من إدخال البيانات واستخراج أرقام الجلوس. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان إنها تعمل في توفير أموال خطة الاستجابة البالغة 574 مليون دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 1 مليون لاجئ في البلاد على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويواجه اللاجئون في السودان مستويات عالية من الفقر تفاقمت بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية ووباء فيروس كورونا المستجد والفيضانات الموسمية التي بلغت مستويات قياسية العام الماضي. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يقول إن العسكر يعضون بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة. مدير شرطة وسط دارفور يؤكد تورط أفراد من الشرطة والجيش والدعم السري في تجارة المخدرات. وقياديون بشمال كردفان يتهم الوالي بالتخطيط لنهب 170 مليون جنيه. اتحاد الغرف الصناعية يحذر من دخول قطاع التصنيع مرحلة الإفلاس، وقرار جديد بزيادة في تعرفة تذاكر الباصات السفرية بداية من الأسبوع المقبل. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.